نعود أعزائي المستمعين والعودة مع اللقاء الفني لهذا الأسبوع ونستضيف الممثلة المغربية الشابة مجدة بن كيران. مجدة بن كيران شاركت في مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية أيضا، لها أكثر من 30 دور بطولة في التلفزيون، وأيضا أدوارها تركت صدى طيب لدى الجمهور المغربي، وأدت أيضا أدوارا مركبة كدورها في مسلسل الأبرياء. الحوار التالي مع الممثلة المغربية مجدة بن كيران، نتعرف على جديدها مع زكريا التفلي. مرحبا زكريا. أهلا بك حسبة، ضمن اللقاء الفني لهذا الأسبوع وكنرحبوا بالفنانة مجدة بن كيران بإذاعة الدار البيضاء ومجلة إقاعات. أهلا وسهلا، مرحبا. بداية نتعرفوا على جديد أعمالك الفنية. صراحة هاد السنة كانت عندي لقاءات صحفية أكثر ما كان عندي اشتغالات فنية. طبعا صورت بعض الأشياء، كنت ضيفة شرف في المسلسل التلفزيوني اللي غادي تبث القناة الثانية مع الفنانة خديجة أسد وسيساد العزيز. أيضا صورت واحد الشريط سينمائي قصير مؤخرا مع أخر الشاب متميز سميته سعد لطيف أفضل، وهو عبارة عن شريط سينمائي قصير صامت كيشتغل على قيمة الفرس وعلاقته بالبادية وتجليات ديالو. سافرت هذا العام بزاف، كان عندي لقاء في تي في، كان عندي لقاء في عرب على ضيفة في النيل. العام اللي داز كان عندي شوية ديال الضرب وعيد شوية، كنت عندي من بعد متاعب صحية، فهذا العام بغيت نتأنى شوية ونخدم ترتيح أكثر، وعندي عروض صورة قريبة إن شاء الله. فنانة مجدة بن كيران، نحن نعلم أن المسرح هو أبو الفنون، والفنان مرتبط بخشبة المسرح، ومع الاهتمام اليوم بالعروض ودعمها من طرف وزارة الثقافة، هل الممثل كيلمس هذا التغيير؟ أكيد أن الممثل كيلمس هذا التغيير، فمحطة الدعم المسرحي اللي شرفت عليها وزارة الثقافة كان عندها تأثير كبير في رواج الحركة المسرحية بالمغرب، بادرة اللي كتستحق كل تشجيع. الآن كنشوف أن عروض كثيرة، أن توجهات كثيرة، أن جميع أنحاء المغرب، يعني مجموعة الأجيال، مجموعة التخصص، مجموعة التوجهات كتشوفها كلها في هذه الحركة المسرحية. كاين دينامية، كاين فقط كنظن الحاجة اللي مازال ناقصنا هو أنا مازال ما كنشتغلوش على المسرح عنده هوية مغربية ولا خصوصية مغربية. بشكل عام كاين اجتهادات، كاين استثناءات طبعا، ولكن بشكل عام كنشتغلوا على أشياء عالمية، خصوصية المغربية مازال ما لقيناهاش. والإشارة، فأنا السنة الماضية كان لي شرف الاشتغال مع سي أنوار الجندي في مسرحية لالا بنتي، كنت ضيفة شرف ديال هذيك الدورة. فرقة فنون احتفلت بالذكرى 25 لتأسيس الفرقة، وكان لي شرف أنهم استدعوني مع مسرحية لالا بنتي، واللي عملنا بها جولة في أوروبا وفي المغرب. الممثلة مجدة بن كيران، أكيد شاهدتي مجموعة من الأعمال السينمائية الأخيرة اللي عرفت ردود أفعال متباينة من حيث المضمون ونقل الصورة عن المجتمع المغربي بطريقة يعني كتسيء بعض الشيء للعلاقات الإنسانية، وكذلك كتخدش شوية الحياة بشكل عام، يعني ما رأيك فيها؟ صراحة سمعت بزاف ديال الأشياء، مع الأسف لما نذكر الأسماء لأن الأفلام اللي كتقصد، ولكن ما نقدرش نحكم عليهم لأنني مازال ما شفتهمش. يعني كنظن أن حرية التعبير ما خصهاش تنس، حرية إدلاء الرأي وحرية التعبير مهمة، غير كتبقى مسألة الخصوصية والحفاظ على طقوسنا، يعني خصوصيتنا كبلد كانتماء. يعني هاد الأشياء ما خصناش نغضوا الطرف عليها، خصنا ناخذها بعين الاعتبار ونركز بالأساس واش كاين الإبداع واش كاين اللغة السينمائية. فإذا قدرنا نجمع ما بين هاد جوج العناصر نعطيو إبداع جيد وإبداع جميل، خصوصيتنا تبقى، انفتاحنا الإيجابي على تجارب عالمية، أو وفي نفس الوقت تكون أن اللغة سينمائية هادفة. إذن الفنانة مجدة بن كيران، شكرا لك.